خلوه في البطون ياه نيال، وهذا طبيب نسائي كل عمري احلم اعمل طبيب نسائي، بس كنت حمار من المدرسة، حتى صرت كنت حمار بالبيولوجيك وبالشيميك وبالماتيماتيك وبكل شيء في ايك، كنت زحز حمار بدي خلوه يا ريت اعمل طبيب نسائي نياله، هذا بتفوت وحدي لعنده بتتزلط وبدستسها وبتعطي مصهار، يا ويلي شو محظوظ يا ويلي شو محظوظ. الو ما في حدا؟ احسن ياه كل عمري احلم انا شو البسها هيدي، نخ محنين هذا الروح والله بيلبقني، يا ريت عملت حكيم نسائي. بونجور دكتور. دكتور اهلا اهلا، هلا يا هلا يا هلا يا هلا دكتور، انا مدام مصر، تتذكرني تلفون اخذت موعد عندك؟ يا ويلي شو طيبة يا ويلي شو طيبة، ماشي انت مدام مصر؟ يا ويلي بدك نقش انت، قصدي اقول تفضلي اللحية، تفضلي اللحية. شو؟ لحية لحية لحية، قصدي اقول تمددي ما انا نحصي. يا ماني يا ماني، روحي الله يبعد عنك حكم الحلال ويتعبشوا فيك حكم الحرام وينتفوك تنتيف، ولك انت بدك تنتيف ولك انت بدك عاد. وانا فيني افحصك؟ ايه اكيد دكتور. ايه هاتي سمع على دقات قلبك اول شيء. يا ماني يا ماني يا ماني، هدول دقات هدول بيتهوفن هدول دقات هودي دكتور. ايه روحي علي روحي. دكتور شو عم تعمل؟ ليك عم تفحصني انا؟ ليه ما بتحط السماعه؟ لو يا عمي كنت مسرغس كنت مفحوص. شو اقول؟ كنت عم بفحصك. لا قبل 1916 ما كان فيها سماعه، لا كان كل الحكم يحطوا دينايون على سطوره المرضى ويسمعوا دقات قلبهم، بس من وقت ما هذا البهيم اخترع لنا هذه الاله نص العالم اخترب بيتها، بتعرفي لو ما اخترعها نص شباب البلد كانوا عملوا دكاترة. عن جد؟ كيف لكن؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي، لكن فيني افحصك من فوق لتحت؟ ايه نطمن اكثر. ايه ماني معروف، خليني اشوف لشو، بدي دستك شوي، ايه قصدي قول بدي افحصك شوي. لحظة، هيدا كأنه تحرش جدا. لا شو تحرش جدا؟ لا عم بفحصك، هذا الطب الحديث، هذا الطب الحديث. كل بذوق من تحت لفوق، شو هالطول مثل عرق الفول، امشي عرمشي وهدي عخدي، غير فخاذك من الفروش ما بدي تاخذي فوبيرا لخيلك. يا دكتور ما بقى خيي خذي فوبيرا. يا عمي نصحوني فيك على اساس انت دكتور شاطر، ليش هيك؟ لا انا كثير شاطر، شوف شو انا ما بك شيء ما بك شيء، خليني بعد عندي بس شك بشغلي، خليني دستسها. بتعرفي شو بيعجبني اكثر شيء بالمرأة؟ شو؟ ركبتها. ولو يا دكتور ما بخزي عن جد، انا وانت ما ادري شو بهيك مجنون. نحن عم نحكي عن الصابونه، ركبه قصدي الصابونه، هاي الصابونه هاو الصابونتين هاو ايه عبالي هالصابونه تتمرمغ شوي على جسمي تحت الدم. يا مسيو خليني شوي معلش بس عم نفحصك. يا مسيو مروان عن جد خجلتني، شو قصتك؟ استحيت. ليكي علي اجريكي خلينا نفحصك هلا لنشوف اذا في شيء. اوكي. ايه علي بصراحه انا دكتور نيتكم شو حاكم؟ لك اجا الدكتور اجا الطبيب المزبوط اجا الحكيم، فكرتوا بالعاطل يلا كيسكم.